السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم من معرض البناء السعودي. انا دلوقتي في البوس الخاص بانفال. طبعا انفال شركه معروفه للابواب والانظمه الاوتوماتيكيه. باشمهندس هيدينا فكره عن الشركه وعن مشاركتهم النهارده في المعرض. حياكم اهلا الله وسهلا، باشمهندس. اهلا وسهلا. معك المهندس اسامه، مدير المشاريع في شركه انفال. نعم فيك. شركه انفال شركه سعوديه لها اكثر من 30 سنه في السوق السعودي. عده منتجات ابتدانا في الابواب الاوتوماتيكيه وابواب الكراجات. تفضل معي. طبعا من اوائل المنتجات اللي اشتغلنا فيها المنتجات الخاصه في ابواب الشتر والرول. في انواع وديزاينات مختلفه، اكثر من 16 موديل للابواب الشتر. طبعا ابواب الشتر بشكل عام يستخدم في المستودعات، في المولات، في كل الاماكن اللي تحتاج سكيورتي، ومع اشكال طبعا، منها المعزول ومنها السنجل، منها الكربونايت ومنها الجريل، بشكل متنوع. تفضل. هذه شوف عده انواع، عده اشكال، الوان مختلفه حسب الطلب. طبعا وفي المنتج الاكثر شعبيه هو منتج الرول، بيجي كورجيتد شيت. شيت سماكته من 0.4 الى 0.48 الى 0.6 حسب، وبالغالب استخدم في وزاره الاسكان وفي الاماكن السكنيه الكبيره. طبعا مع اشكال متنوعه للمولات والكافيهات اللي هي شفافه. انواع اخرى من ابواب الكراجات وابواب المستودعات، الابواب المعزوله. طبعا هذه تعتبر ابواب لاكجري دورز، سماكتها 4.5 سنتي وفيها عزل فوم، والوانها طبعا مختلفه بالوان ومقاسات مختلفه. مبدا عملها طبعا هذه سكك مجاري تمشي عليها بشكل افقي، وفي محرك السحب يجي خلف الباب، او في محركات تجي جانب الباب حسب المقاس وحسب الابلكيشن اللي حتركب فيه، الفانكشن اللي حتركب فيه الباب. طبعا هذه الالوان الموجوده، في خمس الوان موجوده اضافه للون الابيض. في نوع ثاني من الابواب يلي هي الابواب، ابواب القصور، يلي هي زي هذه الابواب، عباره عن فريم المنيوم يتم اكساء هالفريم هذا بمختلف انواع، خلينا نقول ديكوريتيف كيرتنز. شو الكيرتنز؟ هي الالمنيوم الكلادينج والاكسان او الزجاج. خلينا نشوف الاشكال لهذا النوع. شوف كيف اشكالها، شوف الصورة توضح لك الأشكال كيف شكلها. الأبواب الموجودة سواء كان هذه الكسان الشكل أو الكلادينج اللي الباب المركب بالعينة، أو أبواب الزجاج هذا اللون الأسود. طبعا من المنتجات الأساسية في شركة أنفال هي الويندو شتر اللي يتركب على الدرايش، ألوان أشكال مختلفة، مقاسات مختلفة، تبدا من متر بمتر وبتنتهي ما بتنتهي عند خم اربع بخمسه متر كارتفاع وكعرض. في المعزول وفي الاكسترودد عشان المقاسات كبيره. طبعا الماده المصنوعه منها الومنيوم، سواء كان بفوم او بدون فوم مفرغ. طبعا اضافه لمنتجات الابواب في عندنا منتجات الجيتس، جيت سيستمز، في سلايدنج جيتس وفي عندك سوينج جيتس. المقاسات تبدا من 1200 كيلو يلي هي الاحمال يلي بتحملها المحركات، وتنتهي ب 12 طن للمقاسات الكبيره. هذه عينه منها. تفضل. هذه زي مقاسات تجي على الويلز، تحمل اوزان تقريبا من 1500 الى 12 طن الويلز هذه، وبتجي صناعه ايطاليه. طبعا في منتجات خاصه بالسكيورتي اللي هي المصدات الهيدروليكيه، في اكسس كنترول اللي هو السماح بالدخول او الخروج اللي بيركب بالغالب مع اجهزه البارير الاعمده او مع المصدات.
طبعا. ومن اجهزه السكيورتي هي البولارد، هذه النوع البولارد، في الثابته منها وفي المتحرك الهيدروليك، هذا النوع. في تجهيزات المستودعات، تفضل شوف المستودعات. دوك ليفلر هي منصات التحميل، هذه بتوضع على ابواب المستودعات عشان تعمل ليفل بين مستوى المستودع وبين التريلات عشان التحميل، التفريغ والتحميل. طبعا في الدوك ليفلر، وفي معها اكسسوارات زي الدوك شيلتر والدوك بامبر. تفضل. بخصوص تواجدكم هنا في السعوديه، موجودين فين يا باشمهندس؟ موجودين. تواجد الشركه في اكثر من بزنس موديل. في شورومز، اكثر من 44 شوروم موجود في مختلف مدن المملكه. وفي عندنا بروجكت ديبارتمنت، وفي قسم للتوزيع ديستريبيوشن. فموجودين بكل مكان. طبعا المصنع موجود في الرياض. المصنع بالرياض. تمام. من منتجات الشركه الابواب الهولو ميتال، سواء كان الباب الهولو ميتال العادي او الفاير ريتد، طبعا بمقاسات واشكال والوان مختلفه. ايضا منتجات الشركه الاسقف المستعاره، اسقف المستعاره البلاطات الالمنيوم، طب كمان في عندنا اشكال مختلفه، تجي بالبلاطات 60 ب 60 او 60 ب 120، تجي بيرفوريتد او فلات. وفي عندنا كمان الستريبس، كمان في عندنا الفلات اللي تجي فيها بيرفوريشن او بدون، والشبكه يلي بتحملها، هذه اكسسوارات الشبكه. من منتجات الشركه طبعا الساندويش بانل. اوكي. الساندويش بانل طبعا من بمقاسات مختلفه لاسقف وجدران. في عندنا من يبدا من 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 3 سم سماكه حتى ال 10 سم. طبعا فيلد باي فوم، محشو بماده الفوم بوليثرين. تفضل. ومن المنتجات يلي الان عملنا لانشينج لها في معرض البناء والجلاس دورز. اوكي. مع الماشينز بسماكات 10 او 12 ميلي سيكوريد، بمقاسات ماكينه مختلفه حسب الاوزان، سواء كان سنجل او دبل، والماكينه شركه بي اف تي ايطالي. طبعا اضافه، تفضل. تحكي لنا برضه يا باشمهندس على موضوع الصيانه، احنا وكده بنشوف باقي. تمام، حخلص باقي المنتجات وحنتكلم عن الصيانه. المنتج الاخر اللي عملنا لانشينج بقى له في معرض البناء هو منتج السوينج. طبعا هذا يجي مع كل انواع الابواب، سواء كان الزجاجيه، الالمنيوم، الهولو ميتالز، الخشبيه. فالتطبيق يختلف، اي تطبيق ممكن نركب عليه الابواب، بالغالب يستخدمونه في المشافي، في المطارات، في الاماكن هذه. تمام؟ تمام. يعني لا، في سيستر كومباني كمان، عارفك على سيستر كومباني لانفال. ممتاز. الشركة فيوتشر تيك فاير الارم سيستم، فاير الارم، الكاميرات، سي سي تي في، كل المنتجات هذه، الكابلات الموجوده كمان، هذه كلها اوكي من خلال شركه فيوتشر تيك. فيوتشر تيك سيستر كومباني. لو يا باشمهندس يدينا فكره برضو عن فيوتشر تيك و تفضل شركتهم النهارده في المعرض. فيوتشر تيك هي ديستريبيوتر كومباني، ريسيلر. اوكي. انت تقريبا وكيل لهيك فيجن وكذا برودكت. نعم. اوكي. ده ما بتخدش ولا بتخد. طيب. هي فيتشر تك احنا ديستريبيوتر كمباني متخصصين في المجال بتاع السكيورتي واللوكرنت سيستم. في عندنا اكتر من برودكتس اللي هي موجوده تحت فيوتشر تيك دي. مافلي دول متخصصين في الفاير الارم سيستم، هو براند تركي موجود هنا، له ريفرنسز محترمه جدا في السعوديه، منها بنك البلاد بفروعه تقريبا حول ال 400 فرع كلهم راكبين مافلي. اوكي. كمان احنا معانا بي بي سي
واوبتيرنا دول بيلدن براندز تمام دي فور كيبلينج انفراستراكشر اللي هي زي دي كده والاف تي اتش سوليوشن برضه اللي هي زي بتاعه اللي هو الفايبر تو ذا هوم وفايبر تو ذا اوفيسز والحاجات ديت. في عندنا هيك فيجن هيك فيجن شركه معروفه متخصصه اكتر في الجزئيه بتاعه السكيورتي سي تي في كاميرا والجيتس جيت باريرز والاكسس كنترول سيستم والسكرينز زي ال اي دي سكرين اللي شغاله عندنا هنا ديت ال اي دي دي ال اي دي سكرين تيجي اول ان 1 للميتنج روم والحاجات دي. وعندهم كمان ال اي دي سكرينز اللي بتركب للاندور والاوت دور بيربز سواء اللي هي بحجم اكبر وباحجام صغيره. وعندهم ال سي دي وعندهم منتجات خاصه بالانديفيديوال سيستمز والباركينج مانجمنت سيستمز والحاجات اللي زي كده. بلس كمان في عندنا ازفز اللي هو زي البرودكت اللي راكب فوق هنا ده اللي هو الكاميرا الصغيره اللي في النص دي مع السولار بانل بتاعتها. هم دول متخصصين في سمارت هوم اوتوميشنز. عندهم الواي فاي كاميراز، عندهم السمارت لوكس، عندهم الانتركم سيستمز الخاصه بالهوم كونسيومر. عندهم اللي هو السمارت فاكيومز. يعني الكاميرا دي بتاعت فيجن برضو اللي راكبه دي. اوكي. الله يبارك فيك. والله كم شهر نعم 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 ما عاد تواصلنا. كان عندنا مروحه كاف عبد الله. نعم نعم. كنا بس الشركه اخذته. كان بيسوي ابواب علوم هناك. تذكر جيت المكتب لا قلت مسكت منك. تذكرتني ولا لا؟ ممكن حد غيري مش منك. شهر ونص. ممكن مش